المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر تبدأ العملية الثانية للتحويلات النقدية المباشرة للأسر المحتاجة. وصرح مدير الاتصال بالمندوبية خلال مرافقته للأمين العام للمندوبية في الزيارة التفقدية التي أداها السبت لولاية نواكشوط الثلاث للوقوف على سير العملية إن برنامج تكافل بات متوفرا في 26 مقاطعة من مقاطعات البلاد، مشيرا إلى عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية. الولاية تستفاد منها 100,000 و 10,000 أسرة جميع القرى ومدن البلاد اللي يبلغ عددها 8,119. وكل أسرة كيف تعرفوا ولاية أشبار 22,500 يقارب فيه أسر عاد شي تستفاد من التحويلات النقدية المنتظمة اللي تعدى البرنامج تكافل في المندوبية العامة تآزر. ذوك الأسر اللي يجبروا يجبروا التحويل النقدي الظرفي والتحويل المنتظم اللي هي 22,500 اللي 15,000 اللي هي 37,500. وتقول المندوبية إن العملية تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية المباشرة الحالية تسليم مبالغ في مرحلة أخرى لصالح أسر مستفيدة من برامج تآزر التضامنية. وفي هذا السياق عبر المستفيدون عن شكرهم للجهات المعنية بهذه العملية. شكرا الرئيس وشكرا الدولة وشكرا ذا كامل إن شاء الله يعافينا ويعافيكم ويرفع عنا وعنكم البلاء إن شاء الله وعن المسلمين كامل. شكرا التآزر وشاكرتهم حتى هذا ما شاء الله ما قط شفنا شيء كيفته هذا زين. وتباشر تنفيذ العملية الثانية 150 فرقة متنقلة تضم 156 وكيل دفع بهدف ضمان الوصول إلى كافة المستفيدين على عموم التراب الوطني.